محاتما غاندي أكبر قائد روحي وسياسي في تاريخ الهند. أردت أن أعرف أفضل شيء الرجل يستولي اليوم ودون منازع على قلوب الملايين من الناس، فأصبحت أكثر اقتناعا من أي يوم مضى بأنه ليس سيف الذي حقق موقعا للإسلام في حياة الناس، بل البساطة الحقيقية ونكران الذات من جانب النفس واحترام التقدير للعقول وإخلاصه التام لأصحابه وأتباعه جرساءه وقهقهته وشجاعته وثقته المخلصة بالله وبرسالته. And in his